اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده، ويلا نتصالح. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد قيامه رب المجد يسوع، القيامه اللي غلبت الموت وادتنا نمشي مع يسوع في موكب نصره كل حين. عنوان حلقتنا النهارده القيامه من كابوس كورونا. ازاي بروح القيامه نغلب كل ضيق او قلق او خوف او اي توابع اخرى لزلزال او كابوس كورونا. حلقتنا النهارده فيها فقرات مختلفه، عندنا رساله مشجعه وعندنا إجابة على سؤال وصل لنا من أحد مشاهدي البرنامج. ملخص السؤال: إزاي الله المحب يؤمر بالطوفان وبهلاك سدوم وعمورة؟ عندنا كمان فقرة طبية مبسطة مهمة جدا، هنعرف فيها إزاي نقوي مناعتنا. واسمحوا لي أرحب في بداية الحلقة بضيفي المهندس ألف سدرك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. خريستوس أنستي. خريستوس أنستي. اسمحوا لي بشارك حضراتكم ببعض الرسائل اللي وصلت لنا على الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبلها. الحلقه اللي قبلها كنا بنتكلم عن اسلحه ضد كل المخاوف والاتعاب اللي بتيجي علينا من كورونا، وكان في سؤال عن العتاب مع الله. وصلت لنا رساله بتقول: شكرا جزيلا مهندس ألفريد على اجابه سؤالي عن عتاب الله عند مواجهه تجربه صعبه، لقد كان التفسير مقنع جدا لدرجه احسست بعدها بالخجل، وبأنني يجب أن أشكر الله على كل حال من أجل محبته لنا ووجوده في حياتنا. شكرا لحضرتك على التفسير. استفدت واستمتعت كتير بعرض وتفسير الأسلحة اللي تحصلنا، مثل سلاح الشكر ومحبة الله والحياة في مملكة الله حيث لا يوجد غضب. حلقة أكثر من رائعة، كل جزء فيها يستحق حلقة كاملة. ألف شكر لكل من اشترك في هذا العمل الرائع. ربنا يبارك حياتكم ويجعل هذه الحلقة نور وسط ما يخيم علينا من ظلام. ألف شكر. كان في تعليقات على الفيسبوك على الحلقه اللي فاتت، من ضمنها احد الساده المشاهدين كتب كده: عايزه اتمتع بامتيازات الوجود معك في المدينه. حد تاني كتب: احب حياتي، احنا كنا بنتكلم عن محبه الحياه، احب حياتي اكون سبب خير لناس كتير وتمم خدمتي. رسالة وصلت لنا من مدام نادية صديقة البرنامج بتقول: موضوع حلقة كورونا كانت مرحة وجميلة، ولا تمت للمرض بصلة، تم تحويلها من أزمة إلى نعمة بطريقة روحية بسيطة، وتم تحويل كل وسائط الاحتماء من المرض إلى وسائط نعمة من ترابط أسري ومراجعة للنفس، إعادة العلاقة مع الله. بجانب عنوانها أصلي نقدر نضع لها عنوان، ودي طبيعة مدام نادية معانا، بعد دايما تحط لنا عناوين جديدة: محبي الحياة. وإحنا اتكلمنا فعلا في الحلقة اللي فاتت إزاي إنه إحنا كأولاد الله نحب الحياة. شكرا للمعلم الفاضل، ربنا يباركك من أجل هذه التعليم الجديدة. سلام يسوع معكم ويبارككم. زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا فقرات كتير، خلينا نبتدي أول حاجة بروح القيامة. مهندس ألفريد، احنا وإحنا بنحتفل كده بقيامة رب المجد يسوع، أكيد القيامة هيكون ليها دور في وسط الزلزال أو الكابوس اللي احنا فيه، كابوس كورونا. إزاي القيامة يكون ليها خير في حياتي أنا كشخص؟ هقول ثلاث بركات من بركات القيامة وحاول أطبقها على الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. هقول أول بركة إن القيامة قوة ضد أصعب مشكلة، وهي مشكلة الموت. أخطر حاجة في الحالة اللي احنا فيها دي لا قدر الله انتقال أحد الأحباء أو انتقال الشخص نفسه. يعني لو كان الفيروس ده لا قدر الله بيتعب الناس، بيعي الناس، بس ما بيوصلش لكده، كنا سنحتمل الأمر. لكن هو الرعب بتاعه في النقطة دي. فرب المجد يسوع بالقيامة أصبح لينا كامتياز إن إحنا لينا قوة ضد الموت. قوة ضد الموت. القيامة عملت إيه؟ أنت عارفة إن قبل قيامة رب المجد يسوع كان الناس كلها تنتقل وتذهب إلى نفس المكان. رب المجد يسوع هو اللي فتح الفردوس، وأصبح الذين في المسيح يسوع عندما ينتقلون يذهبون إلى الفردوس. فما أصبحش حتى الانتقال مرعب، رغم أنه عزيز وقيم ومهم ونحن لا نهمل نفسنا، لكن زي تقول الرعب الأخراني ما أصبحش رعب. نسمع رب المجد يسوع بيقول لمرثا إيه؟ قال له يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. في قوة في القيامة. رب بولس الرسول بيقول أعرفه وقوة قيامته. طول ما في قلبي أنه يعني حتى لو أي أمور وصلت لمداها، أنا إيدي مع الرب هنا وإيدي مع الرب هناك، الشخص اللي أنا عايش معه وبقابله كل يوم هستمر في مقابلتي معه، ودي اللي بتخلي الواحد يبقى إيه، عنده يقين وثبات وقوة.
دي بتديها لنا القيامة. إن رب المجد يسوع يقول الكتاب المقدس وأقامنا معه، ده بولس الرسول بيقول مش إحنا قمنا بس ده أقامنا معه. ففي شعور عظيم بأن الموت ما أصبحش نهاية الحياة، ودي أول بركة من بركات القيامة. أمين. يعني أعلى ما في كورونا بالضبط، أعلى ما فيها هو الموت. صح، اتغلب، الرب هزمه لينا كمان، مش طبعا الرب يستطيع أن يهزمه بسهولة بس لينا، ودي لحسبنا. بركة، ودي بركة عظيمة الحقيقة. أمين. دي أول بركة. تاني بركة القيامة بعد التوبة ومعمودية الفكر، بنقول تجديد المعمودية اللي هي طريقة التفكير، بترحمني من عيب تاني إبليس بيعمله في بعض ولاد ربنا الأيام دي. إيه؟ ما يمكن أنت بتعمل أخطاء ومش واخد بالك منها وربنا هيأدبك بكورونا. فكرة بتترمي في عقلية بعض ولاد ربنا. القيامة بتحمي. الفكرة واضحة يعني؟ طريقة يعني خبيثة شوية. أنا ابن ربنا، أنا مطمن. فصوت بقى، طب مين قالك؟ ما يمكن عملت خطايا أنت مش واخد بالك منها وربنا هيأدبك بالكورونا. طبعا أنا سمعت الفكرة دي كتير. يعني حد فعلا قال لي كده، كنت بكلم مع حد في التليفون فقال لي إنه ممكن ربنا يكون شايفني ماشي غلط قوي، فبعت لي حاجة قوية توقفني عشان ما يكملش في الغلط. صح. أحيانا الفكرة بتبقى شكلها صحيح ولكن باطنها سيء. أول حاجة، طب لو ربنا شايفني غلط أو في حاجة غلط مش بينبهني؟ مش في الروح القدس ساكن جوايا يبكت الإنسان؟ ولا ربنا هيفاجئني بالخبطة؟ لا، يبكت وينبه ويحذر. أنا ليا لقاء يومي مع الله، ليا توبة يومية مع الله، بعترف كل يوم بأخطائي وبقدم لله توبة عن كده، وبغير تفكيري زي ما قلنا قبل كده عشان لا أخر الأخطاء. طب لو فرضنا أن في خطيئة ما خدتش بالنا منها، ما احنا بنصلي خطيئة بمعرفة وبغير معرفة، فالله مش هيمسك لك الحاجة اللي عدت منك لو ما نبهكش عليها ويقدبك عليها. أما يعاقبك، فإحنا قلنا ولاد ربنا مش بيتعاقب لكن بيقدم. تمام. بس حضرتك قلت يعني أنه الفكرة دي، لو أنا حضرتك قلت إيه؟ لو أنا تايب ولو أنا مارست توبة أو التجديد الذهن، صح؟ ذلك أستاذك ممكن تقول الجملة تاني؟ بنقول إن التوبة في مفهومها الكتابي اللي هي قلناها قبل كده طريقة تفكير جديدة، يعني ببص للخطية بطريقة جديدة، قوم ده بيساعدني إن أنا ما أكررهاش مرة تاني. شرحنا الكلام ده وده معنى كلمة التوبة. لو أنا بسلك بكده فما ينفعش أسمع لصوت العدو لما يجي يقول لي احتمال يكون ربنا بيأدبه بكورونا. صح. ليه برضو كده؟ لأن قوة القيامة بتحيي فيها حاجة كنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي الضمير الصالح. القيامة بتحيي الضمير الصالح اللي كان مات مع الخطية بدون قيامة. الكتاب المقدس بيقول إيه؟ الذي مسالي وخلصنا نحن الآن، أي المعمودية بأثرها وتجددها بالتوبة، لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. فالقيامة بتقوم الضمير الصالح. احنا قلنا الضمير الصالح يعمل ايه؟ مش بس يبكت على الغلط، أيوة، لكن يشجع الصواب ويطمئن الإنسان. ما تخافش، طالما انت ماشي في ظل هذا الإله العظيم وماشي في كنفه ما تخافش. الإله ده مش هيغدر بيك، مش هيطعنك من الخلف، مش هيصدمك بقرار. اللي ده بيحذر وبينبه، ده لو حصل حاجة. بس طالما انت ماشي في التوبة كل يوم في الاعتراف مع الله مفيش اي حاجة تصدمك. بس اللي بيساعد ان السؤال اللي سألتيه حضرتك ما يبقاش سؤال ملح وإبليس يستخدمه عشان يخوفني، اني انا اصبح عندي ضمير صالح، مش معطب، مش شرير، مش فاسد. والضمير الصالح نقي، لما بغلط ينبهني وفي نفس الوقت لما بتحرك كويس بيشجعني، فببقى حاسس ان عندي زي ما يكون مؤشر صادق، زي ترمومتر او لمبتين احمر واخضر، ففي امان. لو العربيه فيها عدادات بتقولك فيها كذا مش هتقلقي. يعني لو عداد البنزين مش شغاله تبقي ماشيه قلقانه، طبعا يا ترى هيخلص امتى، هيقف امتى، هقف ازاي. لكن المؤشر بيطمن، لا في نص بتاعك، لا اقدر اعمل كذا. فالضمير الصالح هو المطمئن اللي جه بقيمة القيامة، يقول لك بل سؤال ضمير صالح عن الله بالقيامة، بقيامة يسوع المسيح.
جميل. طب احنا خدنا حلقات كتير عن موضوع الضمير الصالح، بس استاذن حضرتك هل ممكن يعني بشكل مختصر ازاي يكون لي هذا الضمير الصالح؟ ازاي بقيامه رب المجد يكون لي هذا الضمير الصالح؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الضمير الصالح اولا ايه صفاته قبل ما نقول ازاي يقوم. صفاته انه ايجابي، يشجع ويبكت، يوضح الامور الايجابيه ويحدثني عنها، مش يسكت لما ابقى كويس ويتكلم وانا ايه لما ابقى غلطان. ده ضمير خطايا. لا، الضمير الصالح مطمئن، كانه رساله من الله جوه قلبي بتطمني، زي ما يكون صوت هامس جوايا يقول لي كويس كويس، في احسن من كده، لا كده مش قد كده، لا كده كويس. فانا في اطمئنان. الضمير ده هو ده الضمير الصالح، بيعمل بأمانة في الإيجاب وفي السلب. ده أكبر فرق يوضح قوي الفرق ما بينه وما بين ضمير الخطايا. ضمير الخطايا بيشتكي بس، هو اسمه كده ضمير خطايا، يعمل عند الخطايا. لا، فده الضمير الصالح، اتكلمنا عنه في حلقات، ممكن حضرتك اللي يحب يبص عليها في اليوتيوب ويكتب الضمير والاسم بتاع البرنامج هلاقي يمكن أكتر من حلقة. لكن القيامة عملت إيه؟ زي ما يكون الضمير ده كان مات من وهق الخطايا المتكررة بدون ذبيحة المسيح، بدون دمه السمين. النهارده دمه السمين وقيامته العظيمه قومت الضمير ده جواه، اصبح فيه كانه كائن جواه، هو مش كائن ولا حاجه، بس احد وظائف الروح الانسانيه المشفوعه بقوه الروح القدس. يعني بقى اقرب ليا من الاول، بقى متاح، كانه متاح، اقدر اقول كده. مش فكره اقرب، هو يعني قبل صليب المسيح وقبل فداءه وقبل الذبيحه الكفاريه كان ظروفه صعبه جدا، لان ما فيش رجاء. وما كانش يقدر الانسان زمان ان كل يوم يقدم ذبيحه 5-6 مرات، فكان بتبقى متراكم عليه خطايا. فبيبقى قاعد من ساعة ما عمل الخطية لغاية ما قدم الذبيحة وهو مقفول، مفيش بقى ضمير صالح هنا، خطية 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 خطية. النهاردة أنا غلطت، دلوقتي أقدر دلوقتي ألتجأ للرب، مش بالليل لما أتقابل مع الرب ولا الصبح. فالوضع في العهد الجديد وبعد صليب المسيح رفع، عشان كده إيه أصبح لينا ضمير صالح بقيامة يسوع المسيح. فده شيء بركة حلوة جدا طبعا، وخصوصا في الظروف دي، الحال بتاعت إبليس واللف والدوران بتاعه. لا، أنا الرب اداني ضمير صالح، لو في حاجة روح قدس هيبكتني عليها أو ضميري هيبكتني عليها، مفيش حاجة، يبقى خلاص أنا مش هخاف، أنا مش هقلق، أنا عندي دلوقتي ضمير صالح بقيامة يسوع. أمين. يعني الأول بركة تكلمنا أنه إحنا لينا بركة، بركة النصر على الموت، غلبة الموت. وتاني حاجة أنه أنا طالما أن أنا عايش حياة توبة وبجدد ذهني على طول بالتوبة، طريقة تفكيري بتتغير شوية بشوية، وعايش حياة توبة مستمرة، فأنا كده ليه ضمير الصالح اللي يأمني، اللي يحسسني أنا مش قاعد قلقان، مش قاعد متوتر. وضمير الصالح زي ما قلت، زي ما بيبكتني بيطمني، يعني مش يبكتني، فبيطمني في هذه الأيام، أنت في خطة الله، أنت في حماية الله، لا تخف، أنا معك، لا تتلفت لأني إلهك. كل الكلمات دي بيقولها لي ضميري أنا، بس إيه، كونكتد أو متصل بالروح القدس. أمين. دي تاني بركة، حضرتك قلت إن في ثلاث بركات. ثالث بركة حاجة كده، لو أنا من سكان مدينة الله اللي إحنا بنتكلم عليها، هلاقي نفسي في آيات لما بقولها ما بحسش إن أنا على الأرض. هقول آية. في أفسس 2:6 يقول إيه؟ وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات في المسيح يسوع. ادي لما الواحد يرددها بايمان بيحس ان هو اتخطف كده من تحت وطلع قعد فوق، قعد دقيقه، قعد نص دقيقه، قعد 3-4 دقائق، بس احيانا بيستحلى القعده فوق، ويقولها من قلبه، اقامنا معه اجلسنا معه، اقامنا معه اجلسنا معه، اقامنا معه اجلسنا معه. فبيحس زي يكون مش زي بولس الرسول، يعني مش القامه العاليه قوي دي، بس اختطاف صغير كده، هو طلع بالروح ويمكن والجسد، لا ارواحنا كده تتشعبط كده وتطلع فوق شويه بالقيامة، احنا بقينا جلوس مع الله، جالسين معه. فين؟ مش مهم فين، المهم معه. بس الحقيقة بتقول فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وكل اسم يسمى في هذا الدهر وفي المستقبل أيضا. أنا قاعد في حتة تاني، أنا ليا مكان تاني، أنا ليا واقع تاني، أنا ليا بعد تاني، أنا ليا قعدة تاني. في وسط الضوضاء دي الواحد لما بيطلع شوية بيلتقط نفسه، عارفة أخبار وناس بكذا وعايز تطمن على الناس وتحديات، وده بيتصل بيك وقرايبك في أمريكا بدول فلان حي، عارفة أحيانا بتبقى حواليك إيه، فعايز تقول إيه، تخش أوضتك كده تقول إيه، أقامنا معه أجلسنا معه، أقامنا معه أجلسنا معه، وتحس إنك أنت تطلع فوق، يعني زي ما تقول تشم نفسك شوية وتفرح بقيامة الرب يسوع اللي أقامنا معه أجلسنا معه في السماوات. جميل. هي الآية جايز محفوظة، بس حضرتك
طبعا الطريقة اللي بتتكلم بيها عليها تخطف القلب فعلا. فحضرتك بتدينا مفتاح، هو الترديد، اني اردد الآية دي، اردد وافكر فيها، اتامل فيها وانشغل بيها، وبعد شويه مش بفكر في دماغي بس، اقوم انا معه اكل وايه ده في الفعل الماضي، ايه ده حصل، ايه ده مكاني، ايه ده الحته اللي اقعد فيها، ايه ده ليا مكان فوق، ايه ده انا مع الرب، ده مع القديسين، مع ال 24 شيخ، مع الاربع حواريات المتجسدين، انا فوق انا فوق انا فوق. بترتاح، ده مش وهم، انا مش بضحك على نفسي، لا ده مش كلام وهم، الكتاب المقدس. تمام. وكلمته قال الرب، قال السماء والارض تزول ولكن كلامي لا يزول. فبعد حكايه الضمير الصالح عشان ما حدش يشدني من رجلي وانت طالع، ما هو لو ما اتنين ما عدتش ممكن بقى انت فين وانت ما تستاهلش، وما حدش قال ان انا استاهل، بس هو لاجل غناه ومجده وفضله وحبه اقامني واجلسني، اقامني واجلسني، جاي فعل الجمع وجاي بفعل الماضي. انا كنت لسه هقول لحضرتك، جاي فعل الجمع زي ما حضرتك بتقول وفعل الماضي، ودي حاجه مهمه قوي. هو مش بيتكلم على اللي هيحصل في الحياه الابديه، هو بيتكلم على واقع حصل. واقامني معاه، خلاص انا قمت مع الرب يسوع، انا وحضرتك كل من سكان مدينه الله اقامهم معه. وده امتياز الواحد لما بقول لك في الظروف اللي زي دي من حين لاخر تحس الروح وتفكرك بالايه دي وتردديها، وبعدين بعد شويه تقول طب انا مش عاوز انزل بقى. اكيد. انا مبسوط جدا جدا باني موجود في مكان تاني وواقع تاني. امين. هو حضرتك تتكلم عليه حسيت انه ايه يعني، لا طب يا رب مش بس وقت زلزال كورونا او كابوس كورونا، احنا عايزين يعني كل شويه كده ناخد زياره سريعه، لانه الدنيا على الارض صعبه الحقيقه، بتبقى كتير صعبه. فاحنا لينا كده ان هنكون بنردد بايمان وبقليل من التامل والهدوء انه اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. امين. امين. ثلاث بركات رائعين، نشكر حضرتك جدا عليهم. فكده احنا خلصنا جايز اول فقره في البرنامج عندنا. طب ممكن تسالي حضرتك باقامنا معه اذا سمحتي، انا عارف اني بفاجئك. انا لا يعني خالص، انا احب، على فكره كنت هطلب من حضرتك نفس الطلب، بس ماشي خليني اصلي. بسم الله والابن الروح القدس، إله واحد، أمين. نعم يا إلهنا الصالح، نبارك اسمك، نعظمك أيها الحي القائم من بين الأموات. أشكرك يا إلهي من أجل قيامتك، أشكرك لأنك قمت وأقمتني معاك، مش بس كده لكن أجلستني معاك في السماويات في المسيح يسوع، فوق كل رياسة وفوق كل سلطان وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط. رب أشكرك من أجل هذا الامتياز العجيب، أشكرك وإن كنت لا أستحق، ولكن من أجل صليب وقيامة يسوع أنت تصنع هذا. يا رب بقول لك أيوة، أنا مشتاقة جدا جدا إن أقضي أوقات في السماويات يا رب، مشتاقة ومحتاجة جدا إني أكون بقضي معاك وقت، مش في الأرض ومش في واقع الأرض لكن في واقع السماء. أشكرك لأنه في يسوع ده صار ليا متاح. أشكرك من أجل لقاءات جاية ليا ولكل إخواتي ولكل شعبك، نتقابل معاك في السماء مش على الأرض. أشكرك رب، أمن على الطلبة دي وساعدني في كل يوم كده أكون بفتكر أنه أنا ليا مكان تاني أسكن فيه، عشان خاطر اسمك مع صلوات كل قديسيك ليك كل المجد. أمين. معنا سؤال كان وصل البرنامج بيقول كده، اولا ربنا يعوضكم، انتوا بتقدموا خدمه كبيره قوي. ثانيا انا متفق معاكم جدا بخصوص ان الانسان هو اللي اختار الموت، وبالتالي فسدت الطبيعه البشريه، وانه ده ما كانش حكم ربنا عليه، وده اللي قلناه في حلقات قبل كده. بيقول لكن مش قادر افهم ازاي ربنا المحب الذي لا يشاء موت الخاطئ بل يحب رجوعه اليه، وكمان فاهم انه يقصد الموت الابدي. ربنا بيقول برضو ازاي يعني ربنا يؤمر بالطوفان واهلاك البشرية وكمان سدوم وعمورة وايضا يضرب بالوباء. انا متأكد انه مش اله سادي، اما ان تخضع له فتجد بركات او ترفضه فيضربك بالويلات واللعنات. كمان محتاج توضيح عن لاهوت المعجزة في العهد القديم والجديد، محتاج توضيح من حضراتكم، اشكركم جدا جدا. حضرتك سمعت السؤال، هو باختصار ازاي الله المحب يؤمر بطوفان، يؤمر بهلاك سدوم وعمورة، يؤمر بوباء، ازاي؟ ويمكن انا فارق معايا في سؤال اخونا انه كانه
هو بيقول في حقيقة جواه بتقول إنه الله محب ومش هو الإله اللي عايزنا نخضع ليه بالعافية، في نفس الوقت زي في حقائق وأحداث في الكتاب المقدس مش قادر الإله تفسير. إيه رأي حضرتك؟ هجاوب على الطوفان وهلاك البشرية، وممكن لو سمحتي مرة تانية نتكلم على موضوع الوباء عشان يمكن هاخد وقت أكتر. تمام. خلينا الأول نقرأ الكتاب المقدس عشان ما نبقاش واخدين قصة من غير ما نشوفها كتابيا. تمام، هنبدأ بالطوفان. في سفر التكوين يقول وراء الرب إن شر الإنسان قد كثر في الأرض، الشر عبال يزيد. الآية اللي جاية دي بقى عايز نفهمها أكتر، وإن كل تصور أفكار قلبه، الإنسان بيتصرف طريقة، لأن في طريقة أفكار. كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير يوم أو يوم لا، مرة كل أسبوع يبقى شرير ومرة يبقى كويس. يعني 24/7 الإنسان أصبح، كل إنسان بيفكر بطريقة شريرة 24 ساعة في اليوم. هقراها مرة، إن كل تصور أفكار قلبه ده يعني ممكن ما يعملش، لكن حتى لو ما عملش، حتى اللي جوه قلبه يعني ممكن إنسان يغلط مش قاصد، يغلط مش واخد باله، ده كل تصور قلبه إنما هو شرير كل يوم. يا خبر أبيض، هيعمل إيه الإنسان ده؟ هيتصرف إيه الإنسان اللي كل تصور قلبه شرير كل يوم؟ نتوقع إيه؟ نتخيل إيه؟ ما خلينا برضو ما ناخدش الصورة مجردة. وبعدين يقول الكتاب فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. اسمحي لي أسأل أخونا بعض الأسئلة أثناء وأنا بتأمل كده، أقول له طب ليه مش متأثر بمشاعر ربنا كمان؟ ليه نكون سبب حزن وأسى ليه؟ وإحنا مفروض تقدم لنا كل خير، كل حب، كل تضحية، كل فداء، كل صليب، كل مرار، كل جلدات، ليه بس خدنا أهل قصدي الناس اللي كانوا عايشين في أيام الطوفان؟ ليه هو الشخص تاني ده ملوش أي مشاعر؟ الكتاب صمم أنه يشرح أن ربنا حزن الرب أنه عمل إنسان وتأسف في قلبه، وكأنه صدم، عملت الإنسان بخير، عملت الإنسان بحب، عملته على صورتي ومثالي، اديته كل السلطان على الأرض، اديته كل إمكانيات الحياة والتقوى، ليه كده الشيء؟ يعني لو حطيت نفسك مكان ربنا وقدمت خير لناس وكل اللي عملوك كل تصور قلبهم ضدك، كل تصور قلبهم ضد بعض، يعني الشر لا يؤذي الله طبعا، ليه المجد والجلال، الشر الله بيشوف ولاده بيؤذوا بعض والاثنين ولاده، طب أعمل إيه مع ده وأعمل إيه مع ده؟ كل تصور قلبه كده. فأول سؤال ببعته ليه حد بيخليك تشوف الحقيقة في زاوية واحدة؟ وهستمر في السؤال ده وأنا ماشي. ما حدش فينا فكر في موقف الله أو في مشاعر الله. صح، رغم أن القديس بطرس لما أشار لقصة نوح في رسالته الأولى في أصحاح 3 قال أيتين، في أصحاح 3:23 و18، 18 يقول المسيح تألم من أجل الخطايا البر من أجل الأسمة، وبعدين في عدد 20 إذ عصت قديما حين كان أنات الله تنتظر مرة أيام نوح. يعني صليب المسيح وفداء المسيح وموت المسيح الكفاري موجود، وهو بيخليه يتأنى. القديسين بيقولوا أنه الله تأنى على العالم في الوقت ده، أو ما نقدرش نقول العالم كله لأن عدد الناس على فكرة ما كانش كبير قوي، لأن كان لسه نوح وآدم السن بينهم مش كبير يعني. فيقول إيه؟ تنتظر مرة أيام نوح، يعني بيقولوا 100 سنة اللي نوح كان بيبني الفلك كانت رسالة وكرازة وبشارة. عايز أسأل بقى تاني سؤال، طب أنت ليه ما سألتش الناس 100 سنة بتتبعت لهم كرازة وبشارة أنه هيجي طوفان وفيش واحد فكر يدخل الفلك؟ كانوا شايفين، فكر واحد فكر أنه يرجع، فيش واحد فكر أنه يصدق، كانوا شايفين الحيوانات بتمشي طوعا قصاد عينيهم، وده مش شيء طبيعي أن الأسد يمشي طوعا والفيل يمشي طوعا يدخل الفلك، ما فكرش واحد؟ ليه ما تقولش كده من فضلك؟ ليه بس ربنا أتى بالطوفان؟ فاهم قصدي؟ فاهم حضرتك. في تفكير انتقائي، انتقائي مبرمج، حد بيحاول يحطه في دماغي انه يفرغ الصورة من كل أساسياتها ويحط الله كأنه إله صعب قوي والناس اللي ما سمعتش كلامه ضربهم بالطوفان. ف
فاهم قصدي؟ فاهم حضرتك. انا ماشي حضرتك. في التسلسل ده عشان الفكره تبقى واضحه. تمام. اول حاجه ما خدناش بالنا من مشاعر الله. الفكره الثانيه كان في طوفان جاي بس كان في فلك موجود. صح. كانت وسيله النجاه موجوده متاحه بالظبط وقدام عينيهم. وبعدين واحد يقول ايه؟ ما كانوش مصدقين نوح. ليه ما يصدقوش نوح؟ تاني حاجه، طب ما شفتش حيوانات هي ماشيه كده طابور؟ لا، هو ده كان بيحصل في الدره؟ كان بيحصل بالليل؟ ما شفتش مئات الحيوانات هي ماشيه، الطيور بتطير وتدخل؟ هو ده شيء طبيعي ان يبقى في مكان مغلق والاسد يدخل والنمر يدخل؟ هو ما شفتش كل ده؟ طب ليه ما سألش نفسك لماذا لم يتجاوب احد عشان تتاكد مدى الشر اللي وصل ليه الانسان؟ خش على نقطه ثانيه. اتفضل. يقول لك وفسدت الارض وامتلأت الارض ظلما. عايز اتكلم في ظلما. امتلأت الارض ظلما يعني ايه؟ مين طب بيظلم مين يعني؟ انسان بيظلم اخوه الانسان طبعا. طب ايه احساسك بالمظلوم؟ القوي يعني احنا هنقول القوي بيظلم الضعيف، هما الاثنين اشرار بس القوي بيظلم الضعيف، القوي بيظلم الضعيف، كل واحد معاه سلطه، كله معاه قوه، كل واحد معاه سلاح، كله معاه عضلات يظلم الضعيف، يسلبه ويسرقه ويقتله ويغتصبهم، كل ده ما شفتوش. طيب هل الله ينتظر على المظلوم اكتر من كده؟ طب الظالم انت فاهم ازاي؟ فاهم حضرتك. الظالم بيظلم. بس حضرتك بتقول فكره هي جديده شويه، يعني هو كان كله بيظلم لكن في زي حد بجبروت بيظلم اكتر. هو الكل اشرار بس صاحب القوه يظلم اللي اضعف منه، واللي اضعف منه يظلم اللي اضعف منه. انت فاهم ازاي؟ تمام. طب انت ليه مش حاسس بالمظلوم؟ طب انت ليه مش عايز توقف هذا الظلم؟ صح. وبدل الكتاب قال انها امتلأت ظلما، معنى كده ان في ظالم ومظلوم. صح. انت حضرتك ما شفتش الحته، انا مزعلان من اخويا على فكره، ربنا يبارك وحاسس بمشاعره الطيبه، انا بس بناقش فكره. يعني انا خليني يعني مش بوجه له هو الكلام، بوجه للفكره دي لاني بحاول ابعت رساله ان الفكره دي مستقطعه بطريقه انتقائيه سلبيه عشان توقع بيني وبين ربنا. فعمال اقول صور تانية وببعت اسئله. طب انت ما شفتش الظلم؟ طب لما الارض تمتلئ ظلما ماذا عن المظلومين؟ هل الله يصم اذانه 100 سنه على الظلم انه اصبح تصور قلب انسان كله شرير طول النهار هيعمل ايه في اخوه؟ هل الله كان الظلم ده بيوجه لي فزعل، ولا الله شايف ان البشر عماله تظلم في بعض وتقتل في بعض وتبهدل في بعض؟ ما هو الظلم اكيد بدل امتلأت ظلما هيبقى، ما هو الظلم لازم على انسان تاني. هو يعني انا عايزك تبص الموضوع، عشان كده بقدمها في سؤال، هو انت مع الظالم ولا مع المظلوم؟ ما كنتش واخد بالي الموضوع ده خالص. ما هي دي النقطه، انك ما كنتش واخد بالك من الموضوع ده، انا عايزك تاخد عشان بالك. عشان غالبا انا لو فكرت بقى في ظالم ومظلوم هقول طيب ما الكل راح، اللي كان يعني اللي ظلم واللي اتظلم. طيب احنا ايه نعمل ايه بقى؟ ام ربنا مثلا في افتراضك، هقول سؤالك بطريقه تانية، يعني يموت الظلمه الاقوياء اللي هم اللي شرهم اكتر، يعني هيبقى كده ما هو بدل قوي، يعني هو افترى اكتر. لا ده اللي فاهمه من حضرتك. الشر موجود بس القوه هي اللي مش موجوده، يعني حطينا اتنين اشرار القوي، حد زي ايده طايله، انا اسف يعني التعبير، يعني عضلات مثلا اخترعوا اسلحه في الوقت ده او عددهم اكبر، فالاقوياء يظلمون الاضعف منهم، بس هنا ده شرير وده شرير. أيوه. بس ده اقوى. تمام. طب اذا ربنا مفروض ياخد الظالمين الاقوياء. يعني هم شرهم اكتر. ماشي، هو ظلمهم اكتر، ظلمهم اكتر مش شرهم، ظلمهم. طيب اكتر. ما بعد ما ياخد اقوى ناس اللي بعدهم هيظلموا اللي بعده؟ يعني انا اتصور ان ايه 10 كاتيجوري اقوى. أيوة. مجموعه دي بتظلم كده او طب خدنا اكبر مجموعه، طب ما تاني مجموعه ما زال الشر فيها، هتظلم اللي تحتها؟ ناخدهم. هتظلم اللي تحتها ناخدهم. لان هم كلهم تحت نفس البند اللي حضرتك اتكلمت فيه، انه كل تصور افكار الانسان افكار قلب الانسان انما هي شريره. وبعدين عدد 12 بقى يشرح ايه؟ ورأى الله الارض فإذ قد فسدت، يعني باظت، الناس بوظت الارض، اذ كان كل بشر، حط خط الفرق ده عدد 12، كل بشر قد افسد طريقه على الارض. عدد 13 بقى ايه؟ لان الارض امتلأت ظلما. طب الظلم ده متوجه لمين يا جماعه؟ من الانسان لاخوه الانسان. طيب يعني امتلأت، يعني بقت فسدت وكمان امتلأت ظلما.
طيب يعني ده سؤال تاني، طب هنسكت على الظلم؟ طيب هل لما الناس تصرخ لربنا تقول له ظلم الحقني الحق، هل يصب أذنه؟ هقول حاجة تانية. اتفضل. طيب احنا عارفين ان كتابيا وابائيا الجحيم درجات. احنا شرحناها قبل كده. شرحنا الكلام ده من الكتاب المقدس من اكتر من حتة، ولكن اكتر حتة لما قلنا ان نجما يمتاز عن نجم في المجد، وان القديسين تأملوا في الموضوع ده، وهيجيب كلمة للقديس يوحنا ذهبي الفم بيقول ايه، ماذا نتعلم من هذا؟ ان نجما يمتاز عن نجم، وإن كان الجميع سيكونوا في ملكوت الله، لكن لا يتمتع الجميع بذات المكافأة. دي معروفة. أيوه. وإن كان كل الخطاة في الجحيم، لكن ليس الكل يعاني من نفس العقوبة. ليس الكل يعاني من نفس العقوبة. بالظبط. يعني في درجات للعقوبة. يعني واحد عمل شر قد كده يبقى عقوبة تناسب الشر ده، واحد عمل شر أكتر عقوبة أكتر، واحد عمل شر أكتر عقوبة أكتر. طب لما الله الذي يحب البشرية رأى أن الناس دي 100 سنة مش بتوب، هل يتركهم فترة أخرى يظلموا بعض ويقتلوا بعض، وكمان يبقى مكانهم في الجحيم مكان أصعب جدا من المكان اللي هم فيه؟ يعني المشكلة والتأني بتاع الله بيخليهم يزدادوا في الشر. صح. والتأني دي مش آية من عندي، بقولك إذ كانت أنات الله تنتظر مرة أيام نوح، يعني الله كان متأني عليهم، بعت لهم رسالة كل يوم من خلال اللي بيعمله نوح، ومن خلال الخليقة العاقلة الغير عاقلة اللي حواليهم اللي بتدخل الفلك، وكمان لما ينتظروا أكتر الشر ده يخليهم يتعاقبوا أكتر. طيب الله اللي أنت بتقول عليه محب ولا يشاء موت الخاطئ بل أن يرجع واحد، كمان لا يشاء أن الخاطئ يتعذب عذاب شديد، عايز يقلل العذاب، عايز يقلل الألم، عايز يقلل المرار اللي هيحصل للناس دي، واحد مش هيتوب خلاص، ودل على كده إيه 100 سنة. ماشي. طب نسيبه يزداد في الشر، يظلم أخوه ويدمر أخوه ويبهدل أخوه، ويقول زي ما الكتاب بيحوش أو تزخر لنفسك غضبا أكتر في يوم الغضب واستعلان دينونة الله. يعني دي فكرة لازم نبروزها كويس. كمان أنه حتى في نقدر نقول في الحدث اللي حصل ده كانت في رحمة من الله. طبعا ما في أنات الله، الله لن يتغير، الله هو حب، يعني توجد صفات كثيرة لله، ولكن الكتاب لما قال الله ما قالش الله يحب، قال الله محب. أيوة. إذن في طبيعة الله الأصلية الأساسية هو الحب، فده يعني مش شيء، عشان كده القديسين يقول إيه، محبة الله العادلة، محبة الله طويلة البال، هي المحبة، الله محبة. أيوة. فمش الله بيحب مثلا نوح ويكره الأشرار، الله يكره الشر ولا يكره الأشرار. فإيه رأيك لو أنت في وضع القرار، الإنسان فكرة أن يتوب لن تأتي أبدا، وفكرة أنه عذاب لا نهائي، وفكرة أنه بيحوش لنفسه مكان أسوأ في الجحيم، تقرر نهاية حياته ولا تسيبه؟ بالمشهد اللي حضرتك حكيته يبقى طبعا ده الطوفان كده كان فيه رحمة كبيرة قوي. طبعا طبعا طبعا، رحمة للمظلوم ورحمة للظالم، كفاية تحوش نفسك كده، كفاية تحوش نفسك غضب فوق الغضب، وتحدد لنفسك مكانة أسوأ ما يمكن. ليه؟ أيوة، أعتقد أنه كده مشهد الطوفان بقى مختلف جدا. نشكر حضرتك على التفسير. عايز برضو أقول حاجة برضو آخر الطوفان، عشان الناس تتصور الطوفان قد يتكرر، ربنا وعد أن الطوفان ده لن يتكرر، وقال كده وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبينكم انه ما يكونش فيه بعد الطوفان. بس انت، انا عارف انك مش بتتكلم على الطوفان، بتتكلم على الاله اللي ارسل. أيوة. الطوفان. عايز ابعت لك سؤال اخراني، ليه انت برضو مش ببعت لك سؤال بس. أيوة. قلت مثلا ادي الطوفان وادي السدوم معمورة، طب ليه ما اتكلمتش عن النوى؟ في حد بيحط لنا الافكار بشكل انتقائي، اولا بيستقطع من القصه صوره جزئيه، وزي ما قلنا قبل كده ان انصاف الحقائق
قد تدمر الانسان. أيوة. اكتر بالحقبه. أيوة. خد الحق لما حد يقول لك انتوا فين، قلت ما افتح الكتاب المقدس شوف القصه كلها، وبعدين اشوف كل الموجودين على الساحه، نوح، الشعب، ابليس اللي وراه، موقف الله. ما انا مش هضحك عليا وحد يقصها لي كل الطوفان وربنا عمل، لا لا لا. فدي الفكره الثانيه. طب ما زي ما شفت الطوفان، طب لما ربنا قال كده ليونان اللي زعل، لما ربنا سامح الشعب في نينوى، شعب نينوى شعب قاسي وقاتل وكان مدمر، تاب، قوم ربنا يعاتب يونان يقول له ايه؟ افلا اشفق انا على نينوى المدينه العظيمه؟ ده اللي جوه قلب الله. ده الله. اشمعنى بقى موضوع ده الكنيسه عملته صيام عشان كل سنه ناخد بالنا عشان ننتبه؟ ما عملتش صيام للطوفان، ما عملتش صيام لسدوم عمور، عشان تقول لك الاصول ان الواحد ينتبه للصور دي اكتر. لكن في حد تاني السؤال ده، مش اخويا بس اللي بعده، ده جالي كتير كتير، ودايما يتم انتقاء القصص اللي قد تكون بتحط ربنا في صوره مش صحيحه. طب ماذا عن نينوى؟ طب ماذا عن رحمه الله لشعبه؟ ماذا طول انات ربنا 490 سنه الشعب بيكسر وصيه الله؟ ماذا عن المواقف السته اللي قلناهم، رب المجد يسوع لما كان في الجسد وشاف شر؟ كل ده ما نشوفوش، ونشوف بس الطوفان. نتكلم على سدوم عمور الله تسمحي لي. اتفضل. احنا هو اتكلم فعلا، كان السؤال كان فيه كذا جزء، وكان بيتكلم على ثلاث حاجات، على الطوفان وعلى سدوم وعموره وعلى الوباء، وان كنا هنأجل الوباء لحلقه جايه. تمام. سدوم وعموره، الرب قمر نزلت نار وكبريت وأفنت المدينتين. تمام. تعال نقرا برضو، احنا قلنا هنتعود كيف يصنع ايه؟ كيف الإله المحب يصنع هذا؟ حلو. تعال برضو قلنا نقرا الكتاب المقدس في تكوين 13:13 يقول: وكان أهل سدوم أشرار وخطاة لدى الرب جدا. مش خطية عادية، خطية زائدة جدا. خليني أوصف لك الخطية اللي عارفين السدومية، انت يعني السادونيزم، يعني الخطية اللي هي الشذوذ اللي كانت يعني قمة الخطايا. أيوة. يعني ده كانت قمة الخطايا، ده كان حال الشعب. عايز وصف تفصيلي ليه يمكن أشوفه في روميا، بولس الرسول يقول إيه: وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال أنثى الطبيعي اشتغلوا بشهواتهم بعضهم لبعض فعالين الفحشاء ذكورا بذكور. وبعدين يوسف: مملوئين من كل شر، من كل اسم، وزنا وشر وطمع وخبز، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفتريين، مبغضين لله، سالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة. yeah. هو ده مش عن سدوم بس، انا بجيبه عشان اوري لك يعني لما ربنا يقول شر بالمختصر بولس الرسول يعني فردها. فرد. خلي دي الصوره الذهنيه لهذا الشعب، اجيب لك صوره ثانيه. يعني الامر متصاعد بشكل مرعب. لما الملاكين دخلوا بيت لوط، طبعا احنا عارفين القصه، وبيقول احاط بالبيت رجال المدينه رجال سدوم، قلت للرجال الاشرار أوحش ناس في المدينة. أي. من الحدث إلى الشيخ كل الشعب. من الحدث يعني أولاد صغيرين، من الحدث إلى الشيخ كل الشعب من أقصاه، يعني معنى كده إن إيه؟ مش واحد كله. وده حقيقة. أيوة. لأن ربنا قال له مش كده؟ أيوة. تخيل ماذا كان يفعل الأشرار الأقوياء بهذه الخطية وتبعاتها في الصغيرين والصبيان الصغيرين والشباب الصغير. تخيل الظلم اللي كان بيحصل في هذا المكان. عندما عرض عليهم اغتصاب فتاتين لم يكفيهم من كثرة الشر بل طلبوا الرجلين. تخيل، انا عايزك، ما انت شفت ربنا نار، طب ما في، طب دول مين بقى؟ ما هو ربنا نار وبس. يعني حتى الشر لما تعرض عليهم رفضوا لانهم عايزين شر اكبر. يعني عشان بس تتخيل الناس دي فيني حتة. طيب حاجة كمان، هو ربنا لما شاف الشر ده كله توجه ولا في حاجة خليته يتوجه؟ لا، في حاجة تانية غير كل ده بالإضافة لده كله. إيه؟ وقال الرب، بص الحتة دي، إن صراخ سدوم وعمورة قد كسر وعضيتهم خضيتهم قد عظمت. أنا بقولك الله يتدخل عند الصراخ. الصراخ ده يعني كراي، يعني بالعبري يعني كراي، بكاء استغاثة عظيم. ولما يقول
بشكل عظيم، يعني بكاء شديد بصوت عالي ونحيب ودعاء للانتقام. طيب مين اللي كان بيصرخ؟ المظلوم. ما هو ده شر، وده شر القوي كان بيظلم الضعيف. الضعيف يغتصب ولاده، وتغتصب زوجته، ويغتصب هو، وكل ده لأنه ضعيف، مش لأنه كويس، لأنه ضعيف. طب الضعيف يعمل إيه؟ يصرخ. طب الله يصم أذانه على هذا الصراخ؟ أنت عايز ربنا يصرخ الناس ليه وتقول الحقنا أنقذنا، زمان يقولك انتقم لنا. يسكت الله؟ لا يتدخل الله؟ ده احنا ساعتها نبص نقول ازاي رب كده، ازاي ساكت كده؟ طيب هل انت شفت الصورة في الزاوية دي؟ بيقول الملاكين بيقولوا بقى لوط ايه؟ اذ قد عظم صراخهم امام الرب فارسلنا الرب لنهلكه. انت شايفة ايه اللي مفروض يعمله الله عشان صراخ المظلومين؟ الخطية، الناس فاهمة ان الناس لما بتخطي بتزعل ربنا. الخطية بتزعل ربنا لأن الخطية بتكون أذية من حد لحد من ولاده. زي ما يكون أب ليه اتنين ولاد بيتخانقوا مع بعض، واحد ضرب واحد فبيزعل جدا، مش الضرب ده مجالوش بس جال ابنه. الأشرار دولة الله ينظر إليهم نظرة حب. طب أنا عايزة في جزء بس عايزة أسأل حضرتك فيه، يعني اللي كانوا بيصرخوا دول هم بيصرخوا من الظلم، لكن هم أشرار برضو، يعني الرب يسمع لصراخ الأشرار حتى لما بيتظلموا؟ طبعا مش شخص مظلوم، يعني لو واحد في السجن هو شرير واتظلم ظلم باين، الله يسكت يقول ده شرير ماليش دعوة بيه؟ لا يمكن أبدا. الله يتدخل، وخلي بالك المرتين يقول في صراخهم قد صعد، أو في صراخ شديد، يعني الناس بتصرخ بأعلى صوتها جاهز بتعرفش ربنا. انقذونا، انتقموا، ارحمونا، ايه الظلم ده؟ مش قادرين، بصراخ عنيف وبصوت عالي. وده اللي ربنا زي بتقول ايه، مش هقول ألزمه، خلاه يدخل ويتدخل. طيب خليني أسأل سؤال لحضرتك، يعني شر كبير جدا وكمان صراخ كبير جدا. الحقنا، ظلم، افترى، دمار، اغتصاب، سلب، قتل، قتل عيني عينك كده. طيب خليني أشرح لحضرتك حاجة، نفسي أسأل برضو سؤال تاني، مش ربنا بعت لسدوم وعمور رسالة من خلال إنقاذ أبونا إبراهيم ليهم قبل كده من كدر العمر والملوك اللي معاه؟ أستاذنا حضرتك هنحتاج يعني تذكرة سريعة بالموقف. احنا عارفين ان لوط اختار سدوم وعمورة وسكن في سدوم. أيوة. وبعد كده حصلت حرب بين ملوك وبعض، وجه كدر العمر ومعاه ملوك وسبى كل سدوم وعمورة والمدن اللي حولها، ومن ضمنهم لوط، ومن ضمن لوط وعائلته. وبعد كده ربنا شجع ابونا ابراهيم. أيوة. وقاده انه ينزل مع مجموعة من الحلفاء وينقذ شعب سدوم وعمورة ويردهم مرة تاني، يعني الشعب ده اتهزم واتسبى واتجرجر. ليه ما خدوش بالهم ان ربنا بعت لهم منقذ اسمه ابراهيم؟ وخلي بالك انقاذ مجاني، يعني حتى لما ملك صادق عرض على ابراهيم ياخذ الاموال ويترك النفوس، قال رفعت يدي الى الله مالك السماء والارض، لا اخذن لا خيطا ولا شركنا علي من كل مالك. يعني كان في موقف كبير حصل المفروض كان يهزهم، مش كده؟ تمام. والرب يعني عن طريق ابونا ابراهيم انقذهم. صح. وبرده ما فاقوش. ما سالتش يعني ما سالتش ليه؟ طب نفسك سؤال برده، صاحب السؤال او احنا لنفسنا، طب ليه الناس ما خدتش الرساله دي الا الله بعت لهم ابراهيم الذي يعبد الله في هذا الوقت الوهيم، ويقولوا اله اله ابراهيم له الوهيم انقذنا حتى نعبده حتى نرجع له حتى نامن به؟ ده ايه؟ ولا واحد قرر، مع ان زمان كان اللي ينقذنا نجريله ونشكره ونعبده، ولكن ابراهيم عمل حاجه خالص. هل دي مش رساله؟ هو مجيء كدر العمر وبهدلته للشعب دي وسلبه ليهم وسبيه ليهم وسرقه كل امكانياتهم، ما كانتش حاجه عظيمه جدا الله انقذه منها؟ الله أنقذه منها، لكن هو سمح بيها في الأول. إزاي؟ يعني كدر العمر هو جاء عليهم فعلا، يعني قصدي أنه هل ممكن يكون ده كان نوع من التأديب ليهم مثلا، ولا وهو يعني أبونا إبراهيم نجاهم منه ولا؟
بس هو نفس طريقة الانتقائية. أولا كدر العمر لما جاء عليهم نتيجة مش أن ربنا بعته، نتيجة أن هم كانوا مستعبدين لكدر العمر والملوك اللي معاه. وتقرأ الكلام ده في أصحاح 14 تكوين 4، 12 استعبدوا لكدر العمر والسنة 13 عصوا عليه. يبقى هم كانوا تحت طاعة كدر العمر وقرروا أن هم إيه ينقلبوا عليه. عدد 5، وفي السنة 14 أتى كدر عمر والملوك الذي معه وعملوا كذا. يعني مش ربنا يعني اللي عمل كده، كان بالظبط زي ما حضرتك اتكلمت معنا في حلقة قبل كده أنه ده زرع وحصاد، ده قرارهم. البلد دي قررت أنها تنقلب على كدر عمر، أنها تتمرد فجاء عليهم. طب خلي بالك برضو طريقة التفكير باستمرار إيه بالروح دايما إيه بنشوق بنحمل الله المسؤولية، صح؟ الخطورة بقى إيه؟ ايه الخطورة؟ ان دي طريقة تفكير حد بيحاول يبرمجني عليها نفسه. طب ليه ربنا عمل كده؟ طب ليه ربنا عمل كده؟ وكأني خلاص بيت متبرمج ان ابص على النقط الصعبة وانسى كل الحاجات اللي احنا قلناها دي، كل ده انا ولا شفته ولا بصيت ليه ولا خدت بالي منه. ايه خطورة كده؟ خطورة كده ان ده بيحط صورة الله في عينيا، مش المحبة والامان والاطمئنان، لا ده ربنا ممكن يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. طبعا احنا لما بنسأل على الطوفان وسدوم وعمورة مش عشان قرايبنا ماتوا هناك، لا، ولا عشان لينا علاقة بيهم، لا، احنا خايفين على نفسنا. ايوه، خايفة انه يجي علي حاجة مشابهة، فبيكششني من ربنا ويخوفني منه، مش يخليني احترمه واهابه واحبه، لا اكش منه. قوم ايماني بالامان والثقة اللي في ربنا يقل. لما إيماني يضعف تتوقف كثير من عطايا الإلهية لحياتي. شوف الخطة الخبيثة إزاي. يعني ما هو في واحد ناحية تانية برضه هو لا شيء، لكن عمال يخطط وعمال يدبر وعمال يعمل. ففي فكر معين وطريقة في التفكير معينة تخليني أبقى كاشش مر. لا ربنا حلو كويس، بس ليه عمل كده وكده وكده؟ فانا مذبذب زي ما بين. عمل زمان ممكن يعمل دلوقتي، بس ممكن يعمل فيا. فانا مذبذب، ربنا طيب وفعلا حنين وكويس، بس ليه بيعمل كده؟ لا يمكن يعمل كده معايا. بس النتيجه بقى انا ايه؟ انا كاشش منه. طيب ايماني، خليني اكمل فكره، اسمحي لي. ايماني مهزوز. طب ايه خطوره ايماني مهزوز؟ الكتاب المقدس يقول ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوة واحدة، ويقول وتعجب من عدم إيمانه. وكأن عدم الإيمان، التعبير ده مش مقصود، كأنه بيوقف إيد الله اللي عايزة تساعدني وتباركني وتنقذني. لأن بدون إيمان لا أستطيع أني أخد شيء. الرب يسوع بيقول إيه؟ فقال له يسوع إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. طب والعكس؟ والعكس؟ طب لغير المؤمن؟ في واحد مش بيوحش صورة ربنا في عناية عشان ربنا، ده عشاني أنا يضحك عليا. وإيماني بصلاح إلهي ومحبة إلهي وأمانة إلهي ليا تتهز. قوم إيماني يضعف ويتهز، قوم ماخدش اللي ليا، قوم اتنكب. ولما اتنكب يقولي مش أنا قلتلك ربنا عامل فيك كذا؟ شوف الخباثة. يعني أنا واقفة قوي قدام حضرتك، قلت واقفة قوي قدام كلمة الأمان. يعني حتى أخونا لما سأل، حضرتك قلت مش بس بتكلم على الحب أو محبة الله لكن الأمان. أخونا لما سأل قال إذا كان الله المحب فإحنا ما فيش زي ما فيش شك في حب الله، لكن إحساسي بالأمان ده، طب أنا لو مش مطمن له ومش مطمن معاه هلاقي الأمان فين أولا؟ الحاجة التانية هقدر أحط حياتي في إيده وأمشي معاه إزاي؟ تمام. زي ما حضرتك بتقول، حضرتك قلت نقطة تانية مهمة قوي، إنه برضو أماني وعدم إحساسي بالأمان وأنا ماشي مع الله مش هيخليني قادر اكون يكون ايماني بي زي ما حضرتك قلت ثابت او صح. كبير صح. الحياه مع الله ان زي ما علمتنا الكنيسه بسلم الدفة لربنا، او دلوقتي بنقول دركسيون الحياه. ازاي اخلي واحد يقود حياتي وانا مش مطمن له، وانا مش مطمن للامان معاه؟ هي دي الخدعه الخبيثه اللي نفسي ننتبه اليها. يعني انا مش هدفي ان احنا بس نشرح سدوم وعمورة ونشرح له الطوفان نقول لا فعلا ربنا معها، وندور بعد كده على فرس عزة وليه عزة جل، وكل شويه نطلع من واحده للتانيه. خليني اكمل سدوم وعمورة. الشيء الملفت للانتباه ان الله كان شفوقا جدا على اهل سدوم وعمورة. تظهر فين الحته دي؟
تظهر لما كان بيتكلم مع أبونا إبراهيم، يقول الكتاب ربنا قال كده، فقال لا أهلك من أجل العشرة. العشرة بيتكلم على مدينتين، لو خدنا كل مدينة، احنا قلنا ان نينوى كمدينة كان فيها 120 ألف، هنقول ان سدوم وعمورة كل واحدة 100 ألف، انا بجيب للتقريب بالتقريب، يعني 200 ألف. لو قلنا 10 في 200 ألف، لو ربنا كان لقف وسط 20 ألف واحد، واحد بس كويس، ما كانش حصل لا يهلك من أجل العشرة. طب ما ندس أسأل حضرتك، هو ليه ما فيش العشرة؟ مش ليه ربنا عمل كده؟ انت معايا؟ أيوة. ليه ما فيش العشرة؟ فين دور رجال الله وفين دور سيدات الله؟ مش رجالة بس على فكرة، رجال وسيدات. لدرجة ان أصهار اللي هم متجوزين بنات لوط برضو رفضوا، استهزأوا بيه. طب فين العشرة؟ طب ما ده برضو رسالة لينا احنا كأولاد ربنا الأيام دي، فين العشرة؟ فين العشرة؟ طيب هل العشرة دولة كان ليهم قيمة، ولا ربنا بيقول كلام لمجرد الاعتبار؟ كان ليهم قيمة عظيمة في حاجة اسمها توقيف دورة الشر التصاعدية. توقيف دورة الشر التصاعدية؟ في حاجة اسمها دورة الشر التصاعدية، يعني أشرحها ببساطة. في هذا التاريخ مثلا في سدوم أو في أيام الطوفان، شرير قوي بيسلب، مش بيسرق، يسلب يعني عيني عينك، يعني هروح أضربه وموت الناس اللي عنده وأسلب ممتلكاته، زي ما حصل مع أيوب. القوي يسلب الضعيف، ومن الضعيف اتسرق واتسلب، يسلب من هو أضعف منه، واللي أضعف منه يسلب من هو أضعف منه. طب يجي الضعيف الأخراني ده ضعيف بس اتسرق، يسرق من ورا الناس حاجات عشان اتظلم. ومن الرجل الغني يلقى حد من العبيد بتوعه سرقه، حد سرقه ما يعرفوش، قوم يروح يسرق تاني او يسلب تاني، والدوره تفضل تتصاعد وتتزايد. اشرحها في الحياه اليوميه ببساطه. زوجين اتجوزوا ومفيش حد فيهم بيسامح، فالزوج غلط، فالزوجه ردت الغلط بغلط، فالزوج كبرت في دماغه ازاي تغلط فيا، فرد بغلط اكبر، فهي ردت بغلط اكبر، فهو رد بغلط اكبر، والبيت اتقلب حريقه. دورة شر تصاعدية، هو من موقف لموقف وكله عمال بيعلي. طيب لو 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 حد من ولاد ربنا موجود في الدورة دي هيعمل ايه؟ حصل ان جالي شر، مش بحركه، بسامح، مش برد الشر بشر، لا للأضعف مني ولا لغيري، توقف الدورة دي. فالتصاعد ده يقف في زي يكون امبليفايد، حاجة بتتكبر وتتضاعف. فجي واحد دي فكرة ولاد ربنا، مش مجرد لفظ حركي ان دول اولاد ربنا هيبقوا موجودين كده، يعني العشرة دول هسامح. لا، ربنا بيقول ايه؟ بيقول لو موجود بس العشرة دول كانوا وقفوا دايرة الشر، علشان الفكرة اللي قلتها من شوية ان سدوم وعمورة كانوا وصلوا لحافة الشر، اكتر من كده ما كانوا في الجعيم هيبقى صعب جدا. الصورة دي وضح كده دور العشرة. ليه الرب كان بيقول طب ما فيش عشرة؟ يعني انا ببعت رساله لابن ربنا، انت مكانك مهم قوي، وقيمتك مهم قوي، ودورك مهم قوي، ووجودك مهم قوي. بس عايز اقول حاجه تانية، حته انه ايه، ان الجحيم درجات زي ما احنا قلنا قبل كده، وانه لازم ناخد بالنا انه الله من محبته بيلقى الانسان لما يوصل لدرجه انه ما فيش توبه على الاطلاق. ما كان لوط عمال طول النهار يبشر ويتكلم وبحياته وبسلوكه، ما فيش حد متجاوب، لدرجة ان الشر عمال يتصاعد الى يعني حالة سيئة جدا. فهسألك سؤال، ليه احنا ما شفناش موقف الله مع لوط ومراته وولاده لما يقول الكتاب كده، ولما توانى امسك الرجلان الملكين بيديه وبيد امرأتيه وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه واخرجاه ووضعه خارج. ليه ما شفتش دي؟ رغم ان هو كان قاعد، يعني هو فضل موجود وسطهم، كان رافض كل اعمالهم، لكن كان بس شفقة الرب عجيبة فعلا. ليه ما شفتش ان الله ابعت ارسل ابونا ابراهيم عشان يتشفع؟ ليه شفت بس موقف الله اللي كان ضروري من اجل صراخهم؟ الظلم عمال يزيد، الظلم عمال يزيد. هل يصم الله اذنيه؟ طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال، انا مش بكلم اخونا بس. طيب ليه حضرتك مثلا او انا او احنا مثلا
ما اعترضناش لما الحلفاء ربنا سمح لهم يضربوا داعش بالصواريخ. ما حدش فينا قال حاجة. ليه؟ عشان شفنا عملوا ايه في المسيحيات والايزيديات والمسلمين وكل خلق ربنا، المرار والقتل والاغتصاب وبيعهم سبايا وبيعهم عبيد، وشفنا صور. يعني ليه بقى ما قلناش انه هو ليه ربنا سمح ما سمح للحلفاء يضربون بالصواريخ؟ عشان شفنا الجزء الثاني من الصورة، مدى الشر ومدى الأذية ومدى المرار، وكنا في سلام كامل لما سمعنا انه خلاص تم القضاء على داعش. والقضاء على داعش ده مش موت وهلاك، ولا كان ايه؟ كانوا بيحطوهم في حته تانية. لا بس انا قبلت، وزي ما حضرتك بتقول انا شايف الشر وشايف الظلم وشايف القتل وشايف الاباده وشايف الاغتصاب وشايف كل ده، فبقول لا يقف بقى كل ده. مش كده؟ اذا صراخهم العظم، وهو ربنا قال لابراهيم كده، صراخهم قد صعد الى اذني، هنزل واشوف. طبعا هي ربنا شايف كل حاجه، بس بيشرح بطريقه مجازيه لابونا ابراهيم ان الصراخ بتاع المظلومين لا يسكت الله عليه، واذا سكت عليه ما يبقاش ده الله. مش كده ولا ايه؟ ايوه، ما يبقاش ده الاله اللي انا احب احط حياتي في ايده. حاجه اخيره بقى، احنا كنا بنقول ان الجحيم درجات، فهل برضو الحته دي يعني تامل وبس؟ لا مش تامل، دي ايه صريحه في العهد الجديد في متى، يقول ولكن اقول لكم ان ارض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين من ملكي. تفسير يعني كده ايه؟ فضل. أبونا أنطونيس فكري يقول لذلك فعقوبة سدوم أخف من عقوبة كورازين وبيت سيطة. فالله حتى بعد ما عمل كل اللي عمله في الآخر اللي شفقته على هذا الشعب أمر بهلاكه. طب هل الموت هو آخر المطاف؟ لا، ده في بحيرة متقدة بالنار والكبريت. طب يبقوا في أصعب مكان فيها؟ ولا أقل بقدر ما يمكن، لدرجة إن مكانهم هيبقى أرحم من كورازين وبيت سيطة. زي ما حضرتك بتقول ده يعني واضح جدا، نص واضح جدا إزاي إنه فعلا في درجات في الجحيم. وعشان كده لما نشوف ربنا أخذ موقف ده بعد صبر وبعد طول أناة وبعد شفقة وبعد رؤية الموضوع من جميع زواياه، وفي الآخر برضه مصلحة اللي مات او اللي الله سمح ان هو يموت ده، في برضه رحمه، رحمه ليه، مش بس للي حواليه ومش بس للي اذاهم. اله يعبد، اله يمجد. بصراحه كده يعني قلوبنا فعلا بتتعلق بيه كل ما بنشوف مواقفه العظيمه دي، ونقول له كمان انت بعد كل اللي عملته ده احنا نيجي كده نعاتبك، ونيجي كده كاننا بنستغلطك برضه، يصح برضه بعد كل ده. الواحد بيحس انه صغير قوي، وزي ما اختنا قالت الواحد فعلا يعني الاخت كانت بتصلي وبتشكر ربنا، وفي بعض الناس قالت انا سجدت على الارض بعد الكلام ده لمده ساعه، بس ترجع قد ايه اني عاتبت ربنا، وكنت بعتبر العتاب ده حاجه عاديه، وازاي اني انا بعد كل اللي بيعمله هذا الاله العظيم الرحوم الحنون المحب اللي بيجي على نفسه في كل موقف من اجلي، وفي نفس الوقت انا ما كنتش واخد بالي. بالتالي انا متشجع قوي ان احنا نتصالح مع ربنا. امين. بس مش صلح 80%، مش صلح 50-50. انا عارف ان ربنا حنان وطيب، بس ليه يسمح؟ في مواقف، شوفي بقى الحته دي، لا طيب. انا مش عايز دي، ومش عايز مواقف تانية يقدر ابليس بانتقائيه يفرغ لي كل المواقف الاخرى ويطلع ربنا ليه عمل كده وكأن ما شفناش حاجه. زي ما حد يقول يا سلام ده احنا سمعنا ان في واحد شخص قتلوه في السجن. قتلوه ازاي يا عم؟ تم اعدامه. طب وده عمل ايه؟ عمل ايه؟ ده سرق واغتصب وموت وفجر وقتل. شيء طبيعي انه يحصل له كده، لكن احنا قطعنا الصوره. أيوة. وده في السجن موتوه. طب بعد ما شفنا الصوره قلنا ده شيء طبيعي ان يحصل كده. اشجعك على ثلاث حاجات. أمين. واحد، انك تكتشف ان في عدو بيحاول يعمل صورة انتقائية سلبية عن صورة الله المحب اللي فيه كل الخير والحب والأمان، عشان ما تطمنلوش وما تحطش حياتك في إيديه، وإنت اللي أو أنا اللي هنبقى خسران. تمام. اتنين، ما تقبلش كده. أما تيجي فكرة قول أنا مش قابل الفكرة دي. ليه؟ لأن أنا عارف ربنا. وتاني حاجة، أنا هدرس في كلمة الله. أيوه. بس مش هدرس وأنا شاكك، أنا هدرس وأنا عندي يقين الإيمان. لكن هيبقى عندي يقين الإيمان بصلاح الله ومحبته.
برحمته وبعدله، لأنه هو ضل اللي أنا اختبرته أصلي يعني. أيوة. أنا مش بتكلم على حد سمعت عنه. تالت حاجة من فضلك، مش كل موقف يجي إبليس ياخدك في السكة دي ارفض الفكرة دي من الأول يعني. بقفل الباب ده حضرتك. أنا أرفض أي فكرة تشكك في صلاح الله. أنا أرفض الجملة دي، أنا عايزة أرفض كل فكرة بتشكك في صلاح الله، حتى لو كانت مهذبة ولطيفة وتحت بند استفهام وتحت بند عتاب رقيق وتحت بند، هو كلها بنود، لكن في الآخر تشكيك ضد مصلحتنا وخير أنا. أيوة. فهذا الإله العظيم، هو أنا لما أشوف كده وأبعد وأكش، مين اللي خسران؟ أنا اللي خسران طبعا. هو أيوة. من محبته هيزعل علي، بس أنا اللي خسران. أنا عايز يعني بعد السؤالين دول أنا أخد خطوة صلح عظيم مع الله. أمين. صلح عظيم مع الله. نصلي بكده، هقفل الأبواب بتاعت إبليس. أمين. لن أقبل هذه الأفكار أصلا، هنتهر الفكرة. الكنيسة بتعلمنا أن احنا نجحت إبليس وأعماله، والرب علمنا إزاي أن احنا لينا السلطان، أعطيتك السلطان تدوس الحياة والعقارب. يعني إيه؟ يعني أفكاره اللي بتترمي عليا من خلال بعض الناس، ومن خلال لوحدي كده، ومن خلال قراءات مقتطعة. أيوة. وبانتقائيه سلبيه. وفي نفس الوقت هعلن باستمرار ايماني بصلاح الله وكلمات الله. لما الله يقول انا محبه انت محبه، انا صالح انت صالح، متاسف انا مش محتاج حد يثبت لي، محتاج حاجتين اصدقه ودينيه قلبه واختيار، واختبره مش اسمع عنه، واختبره مش اسمع عنه، واقفل وداني عن ابليس. لما الله يقول انا صالح يبقى انت صالح. ليه؟ لانه عمره هيكذب، عمره ما يداري، عمره يبقى في حاجه كده ويداري عليها ويقول كلام تاني، ومش محتاج لكده، مش محتاج لكده ابدا، محتاج لكده فعلا. فانا بعلن ايماني بمن هو الله، بما قاله. اتنين، بختبره، انا يا رب مش عايز اسمع عنك بس، عايز اختبرك. ثلاثة، بصد وداني، بقفل وداني، وبقرر ان كل فكره. أمين. كل فكره بتشكك ولو من بعيد، هو ليه ربنا عمل كده والفكره تجري؟ لا تعالي انا برفضك. أصح هي تيجي فكرة وتجري. خايفة أن أنا أقفشها لأنها فكرة ظلمة، أول ما تيجي أنا برفضك، أنا مش موافق عليك، أنا ضد الفكرة دي، إلهي مش كده. فأخد موقف إيجابي ضد إبليس، أخد موقف إيجابي وأعلن إيماني، أقول يا رب طب أنا عاوز أعرفك يوم بعد يوم. الأيام دي أيام معرفة الرب. أمين. أمين. أنا أستأذن حضرتك، نكون بنصلي بكل المعاني دي وبكل الطلبات دي. حضرتك بتقول ده فعلا ده وقتها، فأمين. أختنا إيريني معانا على التليفون، تفضلي إيريني. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهي الصالح، مشتاقة جدا النهاردة أني أتعرف عليك بشكل جديد، مشتاقة أوي يا رب أنك أنت اللي تكلمني عن نفسك وتعرفني عليك، عاوزة أعرف صورتك الحقيقية. أنا جوايا يا رب أفكار كتير متلخبطة ومتصارعة. أنا رب عاوزة أعترف لك إن إبليس الشرير صنع وقيعة بيني وبينك، خلاني أشوف صورة مغلوطة عنك. إبليس يا رب وراني الأمور من زاوية واحدة، أقنعني إنك الإله اللي ممكن تغضب وتهلك الخطاة، وأخفى عني محبتك ورحمتك وإشفاقك على البشر. اتجرأت يا رب ولبتك وعاتبتك، لكن يا رب أنا بشكرك جدا النهاردة، بشكرك على نورك اللي بيبدد ظلمتي. أشكرك رب لأنك أنت فاتح رب أحضانك ومدد إيديك وعاوز تصالحني. أشكرك رب، وعاوز أقول لك كمان أنا عاوز أتصالح معك. أنا رب وكل إخواتي جايين نقول لك كده أنه عاوزين نعيش معك، وإحنا مطمنين ليك، وإحنا مطمنين على حياتنا معك. يا رب أنا مش عاوزة أفتح تاني الباب على إبليس إنه يسرق إيماني وإنه يفقدني مفتاح البركة يا رب، فتوقف البركة من على حياتي. أنا رب مش هسمح للأفكار تبعدني عنك أو تشككني في محبتك وصلاحة. يا رب أنا مش هفضل ألقي عليك اللوم تاني. أنا يا رب بفتح لك قلبي، اتكلم يا رب، اعلن يا رب عن نفسك جوا قلبي، اعلن يا رب عن محبتك، اعلن عن صلاحك، اعلن عن صورتك رب الحقيقية. اشكرك رب لاني هتقابل معك كل يوم، هفتح الكتاب المقدس، هعرفك رب، هعرفك رب من خلال كلامك انت عن نفسك رب.
أشكرك رب لأني هفضل أردد وأعلن إيماني إنك إله صالح وإلى الأبد رحمتك. هصدق كلمتك أنت رب، ليكن كل إنسان كاذب والله وحده صادق. أيوة رب أنت صالح، أنا بصدق يا رب إنك إله صالح. ليك يا رب كل المجد، من فضلك تسمع وتستجيب. مع صلوات جميع القديسين. أمين. آمين آمين. أشكرك جدا يا ريني على صلاتك، تباركنا بيها. احنا وإن كان الفاضل في الوقت وقت الحلقة مش كتير، لكن الحلقة اللي فاتت حضرتك باركتنا بمعاني روحية حتى للحاجات الجسدية، بحيث ان احنا حتى لما نهتم بيها نفتكر انه في كمان جزء روحي. هل حضرتك ممكن تشاركنا بحاجات روحية ريليتد، يعني مرتبطة بالأمور دي في الوقت اللي فاضل؟ ممكن نتكلم عن بعد عن التوتر يعني. فهاخد كذا نقطة. أول نقطة وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار. يعني بيقولوا التواجد دلوقتي بين الزوجين في البيت طول الوقت فيس تو فيس، إيه الخطر؟ الخطر إنه ممكن يبقى فيه خلافات، مشاحنات، ده بيضعف الحالة النفسية وبيعمل استرس. طبعًا. وإحنا اتعلمنا وعارفين إن الاسترس ده بيضعف الجهاز المناعي. أيوه. طب انا مش هقدر اسيب البيت ولا هي تقدر تسيب البيت، طب نعمل حظر. ايه؟ حظر تجول. طب حظر التجول، نعمل وقف اطلاق النار. يعني بقترح ان احد الزوجين وليكن الزوج مثلا يخش اوضه النوم ويجيب عصايه المكنسه، يفكها من المكنسه، يحط فيها فوطه بيضه كده ويطلع ايه. هو الحقيقه احنا بنسمع شكوى كتير من الزوجات بخصوص وجود الازواج لفتره طويله في البيت الحقيقه. يعني في بنسمع شكاوي كتير في الموضوع. يعني في تقرير في الامم المتحده للاسف بيقول زياده العنف ضد المراه نتيجه الظروف دي، زياده المشاكل العائليه. احنا يمكن بعيد عن الموقف العنف ده، لكن عايزين نعمل ايه؟ مبادره وقف اطلاق النار. ازاي؟ وما انا بقول اهو، يعني بقترح وجايز اطمع انها تزيد شويه، تبقى ايه؟ معاهده صلح. يعني وقف اطلاق النار دي حاجه مؤقته، نقول تعالوا نتفق ان احنا مش محتاجين في الوقت ده ان مناعتنا تضعف. على الاقل انا ومراتي واولادي مهما اختلفنا ما اتمناش لا جوزي ولا مراتي ولا اولادي يحصل لهم حاجه. فالتنشن ده بيبوظ الجهاز المناعي بشكل رهيب زي ما احنا شفنا وزي ما نقرا اكتر من كده. يعني ده لسلامتنا النفسيه والجسديه محتاجين نعلن وقف اطلاق النار، وكمان حضرتك قلت ومعاهده الصلح. أطمع يعني ايوه، ونصنع معاهده صلح. يعني حتى نقول ايه؟ طب خلينا فتره قعدنا في البيت نبقى في سلام وامان ونتخانق بعد كده. يعني خلي النكد يوم تاني، خلي الخلافات بعد كده. المشكله ان النكد جايز مرتبط بالوقت الطويل اللي بنقضيه مع بعض وما كناش واخدين على كده. بالظبط، في حلول عمليه للاكتيفيتيز والانشطه وجد انشطه جديده، ممكن بعض الالعاب البسيطه نفتكر ان احنا نلعب مع اسرتنا، بس في وقت. لان الكتاب بيحذر من الحته دي يقول ايه؟ فاذ كنتم تنهشون وتاكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. يعني خليني ابص بصي إيه؟ انا فعلا متحامل، يعني هو غلطان في حقي وفي تاريخ اصلي. يعني فكرة ايه؟ ان احنا من ساعه ما اتجوزنا وهو مهمل وهو كذا وهو كذا وهو كذا، فمجموعه حاجات وجعاني من الزوج او وجعاني من الزوجه. بس انا النهارده في وضع حرج شويه، ان احنا في خطوره. بيقولوا المشاكل العائليه من اكتر الحاجات اللي بتعمل استرس نفسي على الزوج او الزوجه أكيد. وعلى الاولاد اكيد طبعا. وبالتالي كل اللي بنعمله عشان تقويه المناعه ممكن نضيعه في خناقه لموضوع جايز لو حصل حاجه نقول يا ريتنا ما اتخانقنا، يا ريتنا كنا اجلنا. احنا مثلا متوقع في مصر نقعد كمان اسبوعين، بره بيقولوا الحمد لله يمكن اسبوعين ثلاثه فنقول الوقت اللي جاي ايه؟ نهدأ فيه ونعمل معاهده صلح ونقول كده ايه؟ سنؤجل. احنا هنتخانق وكل حاجه، بس ممكن نتخانق بعد اسبوعين يعني. بعد ما حضرتك مش الشغل. عندك امل انه يعني نلغي الخانات؟ لكن عندي بس انا قصدي اقول يعني ستيب 1 نمشي بمراحل. ما فيش حد يعني، ما فيش بلدين بيبقوا في حرب بيقولوا بكره صلح. بيعملوا الاول يعني وقف اطلاق النار، ثم هدنه، ثم معاهده صلح، ثم اتفاقيه ايه؟ مستمره. برضه احنا نمشي، لانه احيانا لو قلت لحد خلاص انسى كل حاجه بيقول لي ده صعب قوي، ده تاريخ وايام وجراح ومتعب. فاقول بس ايه؟ نعمل ايه؟ معاهده صلح مؤقته، نقول لغايه ما يخلص الحظر سنؤجل الخلافات، بعد ما الدنيا تعدي نبقى نفكر نقعد لها. لو انت نفسك ان الموضوع يتحل، دي تاني نصيحه،
لو انت ابن ربنا الحاجة الوحيدة اللي تنجيك من المشاكل دي انك انت، ودي تاني نقطة، انك تسلك بالروح ولا تسلك بالجسد. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ ان الانسان الروحي ابن ربنا اللي ساكن في مدينة الله ممكن يكون بيعيش بالاعتماد على قدراته الطبيعية، وده اسمه السلوك بالجسد، او بيعيش بالاعتماد على قدراته الروحية. رب المجد يسوع بيقول ان الجسد ضعيف اما الروح فقوية. الروح قوي، الروح الإنسانية، ده مش الروح القدس. والروح القوية دي تقدر انها يقول اما الروح فنشيط اما الجسد فضعيف. الروح الإنسانية قوية. لو انا بسلك بالروح يبقى عندي جهاز وإناء وقدرة روحية تستطيع انها تعمل حاجات اكتر مما تتخيل. تقدر تسامح بسهولة اكتر، كأمثلة الغفران، تقدر تسامح بسهولة اكتر، تقدر يبقى عندها جديد بسهولة اكتر، تقدر تمتص الصدمات والطلقات النارية بشكل أقوى، تقدر تكون محصنة ومحمية، جهاز روحي قوي أكتر من الجهاز الإنساني الضعيف. يعني في كيانات إنسانية قوية على فكرة، بس برضو الكيان الروحي أقوى. فكم بالحري لو كياني الإنساني ضعيف. طب أعرف أن الكيان الإنساني ضعيف إيه؟ أي كلمة بتتعبني، أي موقف بيجرحني، أي حاجة بتضايقني. فأرجوك أتوسل إليك في الوقت ده أنك تاخد خطوة ناحية السلوك بالروح. فكرة السلوك بالروح اللي حضرتك بتتكلم عنها فكرة مشجعة وقوية جدا، أن يكون جوايا كيان قوي أقوى بكتير من الإناء الضعيف اللي أنا كتير مش ببقى حاسس أن أنا قليلة الحيلة معاه. إزاي بشكل عملي أعيش كده؟ هقول نقطتين عشان الوقت يعني مضغوط شوية. أول نقطة، أنا إيماني لازم يرتفع أني أنا سالك حسب الروح مش سالك حسب الجسد. يا رب أنا إنسان كيان روحي ليا نفسه بسكن في جسد، أنا مش جسد. وده الإيمان، برفع إيماني وبردد الكلام ده، يا رب أنا كيان روحي. طب معلش أنا أسفة، إيماني ده بناء على إيه؟ بناء على قرار مني؟ بناء على كلمة الله، إن الله قال ليا أني أنا النهاردة ليا سلوك بالروح، وقال كده أن في رومية 8 إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لو قريت رومية 8 كده واتمعنت فيه وقعدت أعلن إيماني وأردد الكلام اللي موجود فيه، دي أول خطوة أن أنا ليا هذا الامتياز. يعني أنا كابن لله ليا هذا الامتياز أني أسلك بالروح. صح، لأن كان الإنساني أو السلوك حسب الجسد ضعيف. وده اللي بتوضحه رسالة رومية. تاني نقطة، أني أواجه أعمال الجسد. ده زي ما الكتاب المقدس، أعمال الجسد بتمثل الإنسان العتيق، أواجه أعمال الجسد. الرب علمني كده أن أنت أيها الإنسان العتيق مصلوب، علمين هذا الإنسان العتيق قد صلب معه. أواجه هذا الجسد، أول ما حس بانفعال وغضب وذاتي وكرامتي أواجه الكلام ده، أرفضه. أنا ليا كيان عظيم إلهي، أنا ليا كيان روحي قوي. الإثارة بتاعت الكلام ببقى عارف، أنا بحس بهيجان كده، الواحد يقول لك بحس كده العتيق بيفوق. لا، أنا مش عايز أفوقه الأيام دي، عايز باستمرار أعلن أن صليب المسيح جاي عليه. فلازم حاجة تزيد وحاجة تقل، لأن التحديات دلوقتي فيها خطر على حياة الإنسان، مش بس خطر على حياة والصراعات دي بتأثر على الأولاد. فخطين، الخط الروحي أن أنا برفع إيماني بأني كيان روحي وعندي سلوك روحي وعندي ملء بالروح القدس بيسند، ملء بالروح القدس بيسند الإنسان الجديد والإنسان الروحي، ومواجهة الإنسان العتيق ورفضه. لا، أنا مش بتاع غضب، أنا مش بتاع انفعال، أنا مش بتاع ثورة، أنا مش هبص لنفسي. في مواجهة للقديم وفي قوة للجديد، وبالطريقة دي نقدر نعدي ونقدر علامة علامة البيضة. الصلح والراية البيضة مش تعني استسلام، يعني ما تزعلش يا سيدي الزوج، دي مش علامة استسلام، دي علامة حكمة. أمين. أمين. نشكر حضرتك جدا، حلقة غنية كانت على كل مستوى. نشكر حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب مرة تانية. طيب أعزائي المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. لينا النهاردة بركات عظيمة، بركات في القيامة، لينا نصر على الموت، لينا ضمير صالح، لينا قوة كبيرة تكون بتيجي على حياتنا، لينا كمان أنه نعلن كده، نقف قدام الله يا رب إحنا متأكدين أنك صالح، رب إحنا بنعلن إيماننا بصلاحك، إحنا رب هنفتح كتبنا المقدسة ونقول لك يا رب إحنا عايزين نعرفك معرفة حقيقية، وكمان هنقفل ودننا تماما عن كل صوت، عن كل فكرة جاية من العدو بتتهمك بأي شيء ضد صلاحك. إلهنا عظيم، إلهنا صالح، ربنا معكم.